نزلوني انا فتشوني مش عندي شيء في المشي في المشي بالواحد ينزلوا ندير لنا بالزكره في اللحظه بعد غادي بعد من قدام بعد الزكره هذه الحرش الوطني في طعم بالضبط وين في مدنين بالضبط كويس مدنين هذه وحنا ماشيين خذوا 200 جنيه رشوه علاش لخاطر ترخيص نتاع هو ترخيص نتاع صاحب السياره الطاكسي احنا مروحين انتم ماشيين كملي في المشي مش نعرف صاكم مش شيء ثاني المشي هو بالنقط مرا 20 جنيه 10 جنيه 15 جنيه ضروري ما نحطوه لازم نشبع فيه هذه ضروري ما بتعب بتحطها فهمت كيف ضروري بتحطها تاكسي بتحطها هذا في المشي كي صار في المرواح احنا مروحين لبن قردان انا صارت المشكله في المرواح ما بيش نقول لك كل بوابه خلصنا فيها نفس الموضوع كيف هذا اللي شو اللي يقول لي كل بوابه اخذوا منها فلوس تفاجئ وانت طلعك البوابه كل بوابه فلوس بوابه اللي تعاملنا كي زيت ودرس علاش فلوس سرعه ومش تجيك الدو هذا في بوابه السواق هو السواق يعرف هو يطلع لك في سبله ما فيش سرعه فهمتني قدامي بوابه ندير فلاتشات قبل البوابه نوقف نمشي يطلع لك موضوع سبله تجري ترس على اليمين هات فلوس فهمتني مش بوابه ثانيه يطلع لك موضوع ثاني فهمت من السرعه ترخيص زبطها كيف لا هات حق يا ربي قصدي ما فيش بوابه اخترنا لها ما اخذتش منا فلوس فهمتني لبن قردان صارت المشكله والمشكله صارت في بن قردان خاطر طبيعي يحكوا لنا على المشكله هذا قالوا لي يا شر تربوه بطوب وحديد تلقيت على يديه ونحوا منها 720 جنيه من جابه وباب يلعبوا يفتحوه ما قدروش يفتحوه لان ما ينفتحش ونطلع شوف التاكسي ما ينفتحش الباب ولا المرش بين ها هذه ورصه الخرطي اللي ندرسك عليه بعد ما بنبيهم الطابور الخامس هم المفروض باش نقتل واللي على اليسار تو نخشوا على اليسار تو احنا خشين على اليمين جينا احنا مروحين على اليسار بين زوز محلات عالم اخضر اخضر هذا اخضر اخضر كبير اكبر من الدار هي كلها في الطول وفي العرض بين المحلات العالم هيك كبير فوق من 25 نفر ليبيين ولا تونس ولا في مخلطين مخلطين اللي ياخذوا الفلوس الواحد مخلطين ليبيين وتوانسه ماشي نشوف فوق واللي انضربت منا انا ليبي واللي انضرب منا هو ليبي اللي شاد الطوب حتى اصلا في السفاقس اقسم بالله اقسم بالله اختها مضروبه برصاص في السفاقس ثلاث اصوابع عما مقصوصات باهي ما صحت منيا باهي اقسم بالله صارت مشكله ليبيين في بعض واحد يقول للثاني واحد يقول الله ما عمره ليبيا وبس معمر مات ما زاد تقول له الله معمر ليبيا وبس ثم هو قالت له انت ما تبيش الليبيين تبي الامريكان انت قالت له يجوا يرفعوك من هنا زي تو قلت له نجيب لك الامريكان يجوا يرفعوك من هنا كسروا لكم السياره امر امور السياره قدامك يا فني بداش نحوطكم فلوس؟ هي 750 جنيه سكرات سكير بالغصب طبعا نعم بالغصب بالضرب اكيد الضرب انا تعرف لو كان عندي حتى دباسه نعكس نحامي روحي حتى الدباسه هي باش نقول لكم كلمات اللي قالها لكم كان يكلموكم كلام كي حاجه كيف يا جردان يا جردان هاك جدينا كلمة جردان هادي اخ بوابه قبل هادي اخ بوابه يا فندي واو الدوبي شو اسمه حاضر هادي اخ بوابه قبل بوابه الذكرى بوابه الذكرى وهي قبل بوابه الذكرى هادي اخ بوابه هادو 20 جنيه وتعال تو كان قاعد تحت يحطوا ربع جنيه ما نقدرش انا راجل نروح كعاب من هنا لسوق الجمعه من هنا للحوش من الجمعة نطلق بالحوش نروح كعاب نبدا نمشي راجل نروح كان مش كعاب كان قاعد تحت ما عنديش راجل نفتح والله بالله شوف جوازي قصدي بدل حتى الاحداث نمشي انا تونس ما عمري جيت شكيت الحرب من هنا توانس خذوا مني ولا داروا مني اه بصبوك لكن المشي هي الحق ولا ثاني مرة يا تونس اول مرة في ساعات مع اختي تو الاسبوع اللي فاتوا وثاني مرة هي تو المشي هي ماشي على اساس اللي مع اختي قاعد غادي من دار لدار اه ما قدامك الواحد هذول مرتين بس اخطب مرتين ما مشيتش بكم انتم وما عادش نمشيها ان شاء الله انا في ليبيين ثانيين تعرضوا للاعتداء كلهم هذه المره اللي شافوا منكم هذه تاع النيبر خاطر هذه اللي صارت في سنسنا قدام هي صارت هذه المره تاع اللي يقول لك 50 جنيه وانا نخطب لك مرتك هي تاع النيبر سير النيبر انت شوكم انا فتحوا محضر والكامل هي مدرسه وتشاعي الكامل هي مكسر المرشه سمحت راه هذا البرتقالية هذا هو الشارعي هذا صار قدامي داك مشكلة قدامي كل البرجر ده كله مطلطين بومشي وبلوك محطوط واحد زي ما نقول باش ما تخطوش عرفت نظام بوابة تقدرش انت كيف تهرب لازم تروح السرعة ها لازم تروح السرعة لما توصل ما قالوا لكم السبب علاش ولا قصرين براويط ولوحات وبراميل نتاع نفط ونفط ما عرفتوش علاش السبب احنا مروحين
فهمني خطي هادي قال لي يجري تيروات حارس الوطن يا رجلي يعني مضروب اصبحت من ضربات ولا في رجلي زوف واللي هذا الوطني حارس الوطني وين هو بذكرى قاعد 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 بالضبط بالضبط بذكرى التماشي امي سبوالي الف مره ما عمرها شفتني سبوالي هذا ربي من بيش نقول لك انا استغفر الله ربي من بيش نقول لك كذا ترى ترى ورينا رجلك ترى ورينا الضرب دينا فلوس فهمتش انا قلت لك تو تعطيني نمر يا فندي نطلع انا حقي ناخذه بيدي حتى تعرف هي تكتب فيها فندي هذا اليوم ربع يوم